هذا واستمرت مناقشات الجلسة العامة لأعمال الجمعية 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي لليوم الرابع من أعمال الجمعية، حيث تناولت المناقشات العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. اجتماع المناقشة العامة احتضن مشاركات دولية كبيرة تناولت مختلف القضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها التي أفردت لها الجمعية اجتماعات مرافقة كثيرة، وركزت على طرح مختلف الآراء والتطلعات البرلمانية المتنوعة. تشرفنا في وجودنا هنا في مملكة البحرين في المنامة، حيث وجدنا كل التسهيلات اللازمة لعقد هذا الاجتماع، ونفتخر كدولة عربية بأن هذا الاجتماع ينعقد في دولة عربية، خاصة في هذا الظرف الدولي الحساس الذي يعيش استقطاب دولي وسياسي كبير جدا. انعقاد هذا الاجتماع هنا له دلالة على استرجاع الدول العربية لمكانتها الدولية، وأيضا المبادرة في تنظيم مثل هذه المحافل الكبرى، خاصة وأننا نتكلم عن الاتحاد البرلماني الدولي واللي هو يعتبر أكبر وأعرق منظمة سياسية متعددة الأطراف حتى قبل الأمم المتحدة، بحكم أنه تم تأسيسه سنة 1889. الآن شفنا نقاشات كانت نقاشات ثرية جدا، وحتى الموضوع يعني كان موضوع مهم جدا. أكيد أنه البحرين ما كانت لتقبل أن تستضيف هذا المؤتمر بمواضيع يعني هامشية، لكن أكيد أنه الموضوع من قوة الموضوع من قوة الدولة المستضيفة، موضوع يهم كل العالم وليس موضوع هكذا فقط. رؤساء الوفود المشاركة بيّنوا خلال المناقشات العامة ومشاركاتهم الخاصة مدى حرصهم واهتمامهم بإشاعة السلام وحلحلة الأزمات والتحديات التي تواجه دول ومجتمعات العالم على مختلف المستويات. بالنسبة لي هنا في البحرين ما يهم حقا هو الموضوع، وهو الشمول بجميع أشكاله. اخترت التحدث في كلمتي التي ألقيتها عن العنف ضد المرأة في الأسرة، ثم الاهتمام بمرتكب العنف لمساعدته على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع، لفهم سبب العنف وفي نفس الوقت رفع التوعية حول حماية المرأة. تطلعات وآمال كبيرة تعقدها الوفود المشاركة على مخرجات هذه الاجتماعات في الخروج بتوافقات برلمانية دولية مهمة تحد من معاناة المجتمعات وحلحلة قضاياها وتحقيق النماء والتقدم لها. مناقشات دولية واسعة شهدتها المناقشة العامة خلال اجتماع الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني، وشهدت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والمحورية التي تهم البرلمانات والمجالس الدولية البرلمانية المشاركة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.